مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات الاستاذ حسان القطب. اهلا بكم استاذ حسان. بدايه لليوم الثالث على التوالي تستمر المظاهرات رغم اعلان سعد الحريري رئيس الحكومه مهله 72 ساعه للاتفاق على مخرج للازمه التي تمر بها لبنان. لماذا لم يمهل الشارع اللبناني سعد الحريري من اجل الوصول الى حل؟ الشارع اللبناني لم يعد له الثقة بالقيادات السياسية الموجودة من مختلف الطوائف والفئات. لا ثقة مطلقا، وخطاب سعد الحريري لم يكن مشجعا على الإطلاق، إذ من اتفق على التسوية الرئاسية بين سعد الحريري والتيار العوني وحزب الله ونبيه بري طوال سنوات ثلاث أو أكثر لم ينجز أي شيء، بل فشل في تحقيق أي شيء وفي معالجة أي مشكلة. فكيف يمكن أن يثق الجمهور اللبناني بمختلف فئاته وطوائفه ومذاهبه أن الفترة المقبلة وهي 72 ساعة كافية لمعالجة كافة المشاكل التي فشلت طوال السنوات الماضية في معالجتها؟ إذن الثقة غير موجودة بل هي مفقودة. أضف إلى ذلك خطاب حسن نصر الله اليوم الذي زاد من حدة التوتر ومما دفع المتظاهرين إلى المشاركة بكثافة أكبر. طيب، وبحسب إحصاء سنأتي تباعا إلى هذه النقاط، لكن بداية اثنان من المتظاهرين اللبنانيين قتلوا وأصيب العشرات، وهناك اتهام من المتظاهرين لعناصر حركة أمل بالتعدي عليهم، وفي المقابل حركة أمل تطالب بحماية المتظاهرين. هل من ما نراه الآن هي لعبة تبادل أدوار بين الحركة وبين حزب الله، أم أن حركة أمل لا تستطيع السيطرة على عناصرها؟ في الواقع فوجئت حركة أمل وحزب الله بالحراك الشعبي في البيئة الشيعية المؤيدة والتي يطلق عليها اسم البيئة الحاضنة في مدينة النبطية وفي مدينة صور بالتحديد، والتي هي معقل للرئيس بري. المظاهرات كانت ضخمة وكانت واضحة في شعاراتها، وسمعنا قبل قليل الاتهامات بالسرقة والاختلاس، كما تم اقتحام مكاتب النواب أمل وحزب الله في كل من النبطية وفي صور. لذلك نزلت حركة أمل ومنعت المتظاهرين وأطلقت عليهم النار، حتى أنها منعت الصحافة من التصوير ومن إجراء المقابلات. ولكن اليوم بوسائل الاتصالات الموجودة من خلال التليفونات والتصوير تم تعميم ما جرى في صور، وإضف إلى ذلك إصرار المتظاهرين على المشاركة وعلى المتابعة، مما أحرج حركة أمل واضطرت إلى إصدار بيان تنفي فيه مسؤولياتها وتطالب بالتحقيق ومحاسبة من اعتدى على المتظاهرين. والآن مساء هناك تظاهرات حاشدة في صور واعتصام في مدينة صور بحماية أمنية، ومع عجز حركة أمل عن منع هذه التظاهرات وعن وقفها. حسن نصر الله طالب بالإبقاء على الحكومة مهددا بإنزال أنصاره إلى الشارع. إلى أي مدى ترى أن نصر الله يريد التلويح بإدخال لبنان إلى نفق سبعينيات القرن الماضي والحرب الأهلية؟ التهويل من قبل حسن نصر الله لا شك كان متوقعا، لأن حزب الله أمسك بمفاصل الدولة اللبنانية بالكامل، الأمنية والسياسية وحتى الإدارية، كما هو يشرف على السياسة الخارجية بالتنسيق مع جبران باسيل وزير الخارجية وزعيم تيار الوطن الحر. فلذلك لن يستسلم بسهولة لمطالب الشارع، ويشعر أن استقالة الحكومة سوف تربك حساباته كثيرا، وسوف يضطر لإعادة تشكيل حكومة وإعادة الحوار والنقاش والتفاوض مع كافة القوى اللبنانية في الوقت الذي بدأ الجميع يتنصل مما وصل إليه الواقع اللبناني. لذلك حسن نصر الله جدي في هذا التهديد، لأنه سوف يقاتل حتى آخر لحظة للحفاظ على مكتسباته التي يشعر أن إذا ما فقدها سوف يفقد كل شيء وينتهي دوره في حماية المشروع الإيراني في المنطقة. قبل قليل تحدثت عن خطابه المستفز للبنانيين. ما جاء في خطابه أشعل الشارع اللبناني كما تفضلتم. برأيك ما السيناريوهات المطروحة في ظل مواقف القوى السياسية وعلى رأسها موقف حسن نصر الله الذي رآه الشارع مستفزا؟ نعم، كان خطاب حسن نصر الله وكأنه المرشد للجمهورية، وهو الذي يحدد بقاء الحكومة من استقالتها. فهو قال أن هذه الحكومة باقية ويجب أن تبقى، ومن يستقيل سوف يحال للمحكمة بناء على مشاركته في هذه الحكومة طوال عقود ماضية. وهو يقصد هنا وليد جنبلاط بالتحديد الزعيم الدرزي. كذلك، ولكنه يتجاهل تماما دور نبيه بري طوال عقود ثلاث في كافة الحكومات.
المشكلة أن الجمهور اللبناني شعر وكأن لا رأي له ولا دور له ولا يستطيع أن يحدد مساره السياسي أو حتى التعبير عن مطالبه، خاصة وأن الخطاب يتحدث عن أنه يمسك بكافة الأوراق وأنه سوف ينزل إلى الشارع حين يريد لفرض شروطه ولفرض ما يريد على الشارع اللبناني وعلى كافة السياسيين اللبنانيين، وهذا شيء غير مقبول، مما شجع المواطنين على المشاركة. وفي إحصاء وكالة رويترز الآن أن المتظاهرين تجاوز عددهم 1,200,000 متظاهر في كافة المناطق اللبنانية. أستاذ حسان، الوضع السياسي في لبنان لا يختلف كثيرا عن الوضع في العراق، هناك محاصصة وهناك طائفية وهناك تقاسمات للمناصب وللنفوذ، كيف يمكن أن تحل هذه الأزمة بمهلة 72 ساعة أو حتى برفض حسن نصر الله تقديم الحكومة استقالتها؟ ما الحل الذي يمكن أن يطرح في ظل هذه التقاسمات وهذه الكعكة التي كما يصفها محللون لبنانيون الكعكة التي يود الكل أن يتقاسمها؟ أولا، التشابه بين الواقع اللبناني والواقع العراقي بسبب أن القوى الحاكمة هي نفسها، هي القوى الشيعية المؤيدة لإيران والتي لا تملك رؤية للحكم ولا تملك مشروع للحكم، بل تملك رغبة في الحكم والهيمنة والاستئثار بالكعكة كما ذكرت قبل قليل. هذا الواقع متشابه تماما، نظام محاصصة طائفية تم استنسافه في العراق نقلا عن لبنان مع بعض التبديل، وهذا أضاف إلى ذلك وجود حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق. فالفساد واحد والسلوك السياسي واحد وكافة أدوات التشابه متوافرة. أما كيف الحل في لبنان، من الواضح أن الواقع في لبنان معقد جدا ولا يمكن أن يكون هناك حل سوى ما يطرح، بدأ ملامحه تطرح الآن من حكومة عسكرية مضاف إليها بعض التكنوقراط للإشراف على فترة انتقالية قد تمتد لسنوات في الفترة المقبلة، لأن الحكومة الحالية سوف يعلن عجزها عن إدارة شؤون البلاد في الفترة المقبلة، مما يعني أن هناك بديلا مطروحا. ومع عدم ثقة الجمهور بالسياسيين اللبنانيين وعدم موافقتهم على استمرارهم في السلطة، هناك بدأ ملامح طرح أن يتسلم الجيش السلطة مع مساعدة بعض التقنيين التكنوقراط يقال لهم في لبنان لإدارة شؤون البلاد والحد من العجز والفوضى والفساد والهدر، رأي ثم يتم وضع قانون انتخابي جديد وإجراء انتخابات نيابية جديدة. أستاذ حسان، من ناحية سعد الحريري، كل ما تحدث أزمة في لبنان يهدد بتقديم الاستقالة أو يقدم الاستقالة، لكن تفضلت قبل قليل بالقول إن حسن نصر الله يريد أن يقاتل حتى النفس الأخير، حتى اللحظة الأخيرة، ولديه استعداد أن يدخل لبنان في حرب أهلية إذا اقتضى الأمر. كيف يمكن أن يسير السيناريو وفق ما تفضلت بقيادة المؤسسة العسكرية مع بعض التكنوقراط في ظل هذا التمسك من قبل نصر الله وأنصاره؟ في حال استقال سعد الحريري لابد من إجراء مشاورات نيابية جديدة وتكليف شخصية جديدة بتأليف الحكومة. من يملك الجرأة على قيادة البلاد في هذه المرحلة الصعبة والمتوترة والغامضة أيضا؟ أضف إلى ذلك امتناع كافة الدول العربية والغربية عن مساعدة لبنان، سواء بتقديم مساعدة مباشرة أو تقديم قروض ميسرة للنهوض بالاقتصاد اللبناني الذي بدأ يتهاوى وهو على وشك الانهيار. إذن لن يجد حزب الله شخصية سنية تملك الشجاعة أو القدرة على إدارة شؤون البلاد، مما يجعل البلد في فراغ، وهذا ما أشار إليه نصر الله بأن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق أكثر من سنة. طبعا نصر الله لن يوافق على حكومة عسكرية، ولكن لا يوجد بدائل سوى حكومة عسكرية مع تكنوقراط لإدارة شؤون البلاد. أستاذ حسان القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، كنت معنا عبر سكايب من صيدا، شكرا جزيلا لك.